بادئ الصنعه ديت من سنه 81 81 وانا دخلت الصنعه دي. كان في واحد في المنطقه عندنا كان بيصنع قصع، فحبيتها ودخلت معاه واشتغلت معاه، ووصلت فيها لسن يمكن 13 14 سنه، وصلت ان انا اعمل القصع الحمد لله وشكر لله لوحدي يعني. طنطا عندنا هنا مشهوره برضه بالقصع، يعني في بيعملوا قصع بيودها للصناع اللي هم بيقفلوا العود بياخدوا القصع، وبعد كده مرحله الايه مرحله بقى التقفيل وبتاع والكلام ده كله. ارتباطي بالعود حب الشيء اللي انا زي ما انا قلت حضرتك في الاول ان انا داخل المهنه دي بحب، حب وعشق للاله دي، فعشان كده الحمد لله والشكر لله اتطورت فيها الحمد لله.